تفضل شيخي. البدو قد زاد من مهارتك في الطعام يا درويش. بفضلك شيخي. لا أفسد الله لذتنا في الدنيا. آمين. كيف أحوال القبيلة؟ بلاء ينتهي ويبدأ آخر يا شيخي. السيد أرطغرل لا يستطيع رفع رأسه من انشغاله بالمصائب والصراع مع الأعداء. بالإذن. حين يرفع رأسه يأتي ويزورنا فورا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام سيدي. سمعت بأن رحمة الله ترسل عليك مدرارا. الرحمة؟ البلاء والمصائب لا تفارقك أبدا. أنا أرى المصائب كل يوم. هيا أعطي سيدك الدبس الأسود. بأمرك شيخي. تفضل. تفضل سيدي. شكرا لك إسحاق. هل هو لذيذ؟ فلتسلم يدك. بالعافية سيدي. العنب شيء والدبس شيء آخر. كي نحصل على الدبس نحتاج إلى العنب، لكن العنب ليس دبسا والدبس ليس عنبا. العنب دواء لداء، أما الدبس فلألف داء. العنب يصبح دبسا عندما تنتهي رحلته كالفراولة، لتصبح دواء لألف داء يجب أن تنزع من وطنها وتدهس، ويجب أن تغلى على النار. قبل كل صفاء يجب أن يكون هناك ألم وكفاح، ولكي تصبح دواء يجب أن تخرج في رحلتك. يا بني، منذ أول يوم ذهبت فيه إلى حلب قد تخطيت مصائب كثيرة بإذن الله، وهزمت أعداء كثرا أيضا، ولا أحد يعلم المصائب التي ستواجهها في طريقك. كثير من الأعداء والشياطين سوف يكيدون لك ويحاولون التغلب عليك، لكنهم كلما ظلموك أكثر فسوف يكتب لك بإذن الله النصر في هذا الطريق. إن شاء الله، لكن بلائي في هذه المرة مختلف. كأن الشقاق دخل بيني وبين إخوتي. أفكاري لم تعد تتفق مع أفكارهم أبدا، وكأني مقيد. لا تنسى يا بني، من وضع يوسف في البئر كانوا إخوته، ومن عفى عنهم أيضا يوسف. فليجعل الله لنا قلبا كقلب يوسف. آمين. آمين. آمين.